حاملين أغصان الزيتون التي ترمز للسلام والعلم العراقي، استقبل هؤلاء الأطفال وهم أبناء نازحين عراقيين في لبنان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاقي مار إغناطيوس الثالث يونان، الذي حضر لافتتاح مدرسة ملائكة السلام للعراقيين. على مدخل المدرسة الواقعة في أحد الأحياء المتواضعة في منطقة الدكوانة ببيروت، حيث يقطن عدد كبير من العائلات العراقية لا سيما المسيحية منها، وقف الأطفال كالملائكة يستقبلون من رعى إقامة هذه المدرسة على طريقتهم الخاصة. المميز في هذه المدرسة أنها تدرس أبناء النازحين العراقيين بلغات ثلاث هي العربية والإنجليزية والفرنسية، مع الالتزام بالمناهج الدراسية العراقية الرسمية. بجهود راعينا الجليل ربطة مارطانيوس يوسف الثالث يونان والأب فراس دردر، بجهودهم الجبارة قاموا بتأسيس هذه المدرسة وبالمباشرة مع الهيئة التعليمية، حيث قمنا مساندة معهم في تشكيل هذه المدرسة، حيث تتكون من 500 تلميذ من الروضة وحتى الثالث متوسط، وعدد طلابه 500، وعدد الملاك 23 تلميذ 23 معلم ومدرس. والمناهج طبعا طبقنا من المناهج العراقية، حيث جئنا بكمية المناهج التي نستخدمها هنا من العراق، لأن المناهج اللبنانية شوية صعبة علينا. البطريرك يونان الذي جال على صفوف المدرسة والتقى طلابها وقدم هدايا رمزية تكريمية لكادرها التعليمي، أكد أن الكنائس المعنية بالنازحين المسيحيين من كل من العراق وسوريا ستواظب على العمل لتأمين التعليم لأطفالهم، عاذرا الدولة اللبنانية على تقصيرها في هذا المجال نظرا لمحدودية قدراتها. ما كنا يعني نأمل أو بالأحرى نريد أن نزورهم هاون بلبنان، ولو أنه لبنان هو حقيقة البلد المضياف اللي على تاريخه كان بلد اللجوء لجميع المظلومين، لكن كنا نتمنى أن نشوف أولادنا ببلدهم بمدارسهم بضياعهم. مع ذلك رح نضل نعيش الأمل والرجاء أنه يوما ما رح يقدروا يكملوا حياتهم ب كل طمأنينة حتى يصبحوا رجال ونساء الغد. تختلف مدة وجود هؤلاء الأطفال في لبنان، بعضهم قدم إلى بلاد الأرز منذ سنوات حين وصل الوضع الأمني في العراق إلى أسوأ حالاته، وبعضهم الآخر حديث العهد من مهجري أبناء الموصل. لكن مهما طالت أو قصرت مدة الابتعاد عن الوطن، لا زال حب العراق ينبض في قلوب هؤلاء الأطفال. أحتار 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 من وصفك، شكت بالأوصاف وأعجز بالوصف ما يلتقى مثلك. رسمتك مكتبة، رسمتك مكتبة بيها الكتب أشكال، وجيت أقرأ الكتب يا وطن من أجلك. ورسمتك مزهرية وجبت بيها ورود، وصدق ما شفت بين الورد شكلك. ورسمتك حضن أم ويجمع الأطفال، وبحنان تنيم بطفلك. ألوان انتهت والقلم جف النوب وما كملت الصورة وما أقدر أوصل لك. لك شبيك لك شبيك لك شبيك يا وطن وسط هذا الكون، يا كلك وطن وانت الوطن كله. محبوبتك الواحد تنتظر ليلية ايه طيبة، تراه حزن والقلب حنية ايه، مش ما يدور الزمن وش ما شفت حلوان، ما تلقى صدق ابد للعراقية. على أهمية منهج المدرسة التعليمي الذي يهدف لتأمين غد أفضل لهؤلاء الأطفال، تركز مؤسسة ملائكة السلام على زرع القيم الإنسانية فيهم.